في فقرة عزبة الناموس ذهبنا هذه المرة لعزبة بن نهيان ونشوف هذه العزبة مكتظة بالجماهير التي تؤازر بن عويضان وكذلك بن نهيان من الجبيب ومن جميع المناطق. بنروح وبنجري اللقاءات معهم في هذه اللحظات. معنا في هذه الأثناء أحمد بن بهيان أبو سالم، نرحب بك ويانا. أبو سالم، مثل هذه المراكيض ومثل هذه السباقات ومثل هذه المهرجانات تذكرنا بأيام أول، أيام قبل، كيف كانت المراكيض وانت كنت مرافق لمغفور الله بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. خبرنا كيف كانت الأجواء قبل والحين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين. الله يرحم الشيخ زايد وجميع حكام الامارات ويطول عمر شيوخنا كلهم، من الشيخ خليفه بن زايد الى حكام الامارات الى محمد بن زايد ومحمد بن رايد حكام الامارات اجمعين. والله يعطينا الامان والاطمئنان ان شاء الله في هذا البلد ان شاء الله. اللهم ارحم الشيخ زايد. الشيخ زايد كان من مؤسسين هذا الريد مراكيب. اول يوم من مركاض عادي وخلاف سووا الدورات من أولهن دورات اللي كانت في بن إياس وخلاف طوع بدأت دورات تريد وثبه ودبي والمناطق هذه والجميع يعني في دولة الأمارات. نعم. والشيخ زايد كان من الناس المؤسسين لهذا المركب. سابقا كان الناس يعني اللي يركضون قليل، مهم مثل الوقت هذا كان الناس يعني من الناس معدودين يعني، ولكن ولد الركاب قليل والمركاض ذيك الساعة كان الناس يركضون بوش كبار اللي من الجذعة وما فوق ومعروفات وشيء محدود يعني. والله يرحم وتأسس هذا وصار في تطور كل سنة كل سنة يزيد في السنة كل سنة يزيد في السنة وبدت الرئيسات في كل مكان. من أفضلهم هاي الرئيسات الله يرحم الشيخ زايد، سووهن حتى كان مجلس التعاون هني يسوونهم مركاض يوم واحد هني عندنا في في في, في الوثبة وخلاف استوت الرئيسات في كل في كل مجلس التعاون. وهذا طول عمره فضل من الله سبحانه وتعالى. والله يرحم الشيخ زايد من المؤسسين الرئيسيين للتراث وللرئيس. هذا تراث مؤسسنا الشيخ زايد. وهذا طول عمرك يوم وطني على الجميع. الله ان شاء الله يعود علينا كل سنه وكل حول بالامان والاطمئنان وعلى حكامنا بالصحه والسلامه. اللهم امين. هذا هذا اليوم يوم وطني، يوم عيد الاتحاد، يوم نهار ما صار الاتحاد، اول ما تاسس الاتحاد تاسس في هذا اليوم. وهذا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى علينا. والله يرحم الشيخ زايد لما سوى هذا هذا الشارع هذه اللي في في عيد الاتحاد خلاها فخر حق المواطنين على اساس يستفيدون البايع والمركض والشاري يستفيدون كلهم. الله يطول عمرهم. والشيوخ لهم مراكيض رئيسيه لحالهم خلناها يعني غير غير المركض، هذا فقط للمواطنين على اساس ان المواطن يستفيد من هذا من هذا المركض. وكذلك يعني مستمرين ان شاء الله في على كل سنه. والرئيسات في كل بقعه مركاض الحين، في كل بقعه مركاض، في كل رئيس مركاض الحمد لله. الحكومه هم قصره لا من اولها من اصغرهم لين اكبرهم. الله يطول عمر الشيخ خليفه وحكام الامارات اجمعين والشيخ محمد بن رايد ومحمد بن زايد واخوانهم على ان شاء الله ويهديهم على الصلاح ان شاء الله. هل مشارك ولا مشجع؟ انا والله على الشباب مشاركين وانا مشجع من المشجعين وحاضر دائم ان شاء الله في الاشياء هذه ان شاء الله. مشجع منو؟ والله بن عويضان بن نهيان. بن عويضان هذا جبيب، انت كلكم هني تشجعوا الشعب. هاي كنا رباعه، لكن التاج الكبير اللي عندنا كبير الله سبحانه وتعالى هو ابو حمد بن عويضان الحمد لله من يسوي ان شاء الله. الله يحقق البيرق ويوفقه ان شاء الله ويوفق اخواننا كلهم على جميع الرئيسات ان شاء الله. مشاركاتكم ان شاء الله طيبه ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله الخير ان شاء الله. رموز ولا في الاشواط؟ والله الحمد لله ان شاء الله. الله اللي ربنا بيوفقنا فيه ان شاء الله. هاي شباب شور الشعب انتم واحنا لا مستشارين لا من دون مني وهم هم اللي هم متعبدين بالاشياء هذه. جمعتكم الضحى هذه الجمعه هي اللي تعكس متى ارتباطكم. هذه الجمعه الحمد لله فضل من الله والشيء طبعا تلايم مع بعض سواء انا هني ولا في رئيس ثاني ولا في الرئيس هذا. انت لايم الحمد لله دائم رباعه وحتى في رفل جبيل
والجماعة طويل عمرك الحين يا رفاقة والرفاقة تنكدهم الجماعة اللي من عامريهم إلى خياليهم إلى منصوريهم إلى شعب الأمارات كالب كل حد له عزبة وكل حد له مكان وكل حد يتلايمون بعضهم البعض ويزاورون بعضهم البعض وهذه فرحة تعم على الجميع. فرحتنا كلنا واحد وسبقنا كله واحد والله يوفق إن شاء الله الجميع إن شاء الله. نروح عند بن عويضان نحن نشوف من يوم ما خذيت رموز الحقاقة ومن بعدها رموز اللقاية تجمع كل أبناء القبائل عندك وفرحانين لفوزك وانتزاعك. الله يفرحكم الله يفرحكم والله يا أخي إحنا مسوين قدامه درب ودي إن شاء الله يتبعها الدرب. يقول لك من سوى الجماعة من سوى الحسنان سوى الجماعة الحمد لله. والليلة إن شاء الله حد فيه ليلة الليلة إن شاء الله الليلة فيه وإن شاء الله أن شوط شوط الأولي شو اسم البكرة؟ نعم والله اسمها يا أخوي البكرة في الشوط الأولي بن عويضان ود هي. إن شاء الله إن شاء الله نحسب حساب إن شاء الله. أنت قلت يا الله إن شاء الله نحسبها أنها الأولي الأول من الأول إن شاء الله. في اللقاية قلت باخذ شوطين وخذ شوطين وصدقت إن شاء الله. وقعدان ان نصيب الاسد عاد ماشي حفوظ لا 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 لا, لا. ماشي حفوظ لا لا ضامن وضامن الله كامل ها كامل بين اكمله ان الله سوى كامل نعم. اليوم لفيت العزب والكل يقول هل الجبيب السنه غير لا الحمد لله الله كريم الله كريم يا اخي مسبقين بملايين شارين ولا حل لا قوه لجل الفن دي والله كريم لجل الناموس لجل الناموس ولجل شوف فرحة الناس والشعب هذا كله بفوزك هذا كم يزال وزايد الكبر الله يرحمه ويحله ويبيعه نعم. لا غير انت ما تتبع الشوط انا اشوفك قدام الشاشات في الميدان ما تتبع كل الاشواط الأولية تقعد في قدام الشاشة وما تتبع الشوط لا ما روم تبع الشوط ليش لا ما بينا خانق ومخنوق يعني أكثر الشاشة تريحنا شوي ترتاح شوي يا غادي الموات اللي حطوها غلط والله كيف؟ لا اللي سدنا الركاب يوميا ما تشوف إلا على الحس يعني في ظلمي يعني طريق أما ذولا السيارات غلطوا فيها نعم حطوه من الشمال حطوه من الغرب درب السيارات ودرب الركاب بنكلم اللجنة والله العظيم والله ما لها نقعن سيارات التلفزيون ولا سيارات ما شاكليته وبرميته ما له الحلاوه عنده وش يخلوه وراء من هناك وراء الشاشه اللي باين بياكل ولا من الشمال بقعدته اخر ليله هنا سدنا الركاب والله ما تشوف والعرب العرب عندهم العربي بيبردون اللي بيشرب بارد واللي بيشرب قهوة طرف يشرب طع الدالم انت ما بمركضين العرب اللي يسيرون يدورون هالقهوة من خلن في الشمال صح عند وين قهوة وين الدالم نعم صح أما هناك درب سدنا الركاب ما تشوف والله تشوف الله يوفقك وياك إن شاء الله الرمز الرابع إن شاء الله بالله كريم بعون الله منو اللي ينادي على الركاب عبد الله ينادي عبد الله وين عبد الله ها حتى مو بحفزان يتغدى الحين اللي عنده سبوق وفي شط الرمز حتى غدا ما يبغى يتغدى لا ما يتغدى عبد الله ما يتغدى متعودين عليها ما هي حوز هي الحمد لله ما هذه اصبحت عاديه عندنا هذه ما فيها صح ان فيها حوز وفيها حماس وفيها شيء لكن اصبحت شيء متعود عليه خلاص ما هي حد اللي ما متعود ما عليه حفاز وفيها وهي ما منها بد الحفوز ما منها بد من تكسع على الدوره شوي محقبه قدامك هذيك الساعة يتك دام انك شوي بعيد لازم انك تعدي شويه على فالك الناموس وان شاء الله الرمز الرابع وياك الله يكرمك موفق بنروح عند الشاعر والشاعر قال قصيده في الصحاف وانتم تعرفون الصحاف رجل اعلامي ظهر في فتره من الفترات وبن عويضان سمى البكره على اسم الصحاف وانت حطيت القعود على اسم الصحاف
وانت ظني جهزت قصيده. والله يا طويل العمر ابو حمد يفرحون له الجميع اللي بعيد واللي قريب. يعني ريال عامي ويشتري ما شاء الله مبالغ طايله. فقلنا شفتوا الصحاف اللي سوى العمايل؟ سجل التوقيت اللي صعب وصوله. اندفع كنه على حمر الملايل. وانفرد بالرمز ما جاء شيء حوله. الفعايل دايم الاهل الفعايل. ابو حمد دايم ابو حمد هذه ترى دايم فعوله. يشتري السابق ولوه بسعر طايل. يبغي الناموس له عرضه وطوله. له تهاني تنهد ورد وخمايل. بزعفران السبق بالله وصلوا له. الله 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 صفقوله صفقوله. الله يسلمك الله يسلمك. ويستاهل بن عويضان. نعم على هذا السبق ويستاهل. وانا يا فرح الجميع طالع منك سبقه. شكرا. نحن نقول على فالكم الناموس وان شاء الله. نحن بنسير عند حمد بن لحاس. مرحبا بك يا ابو شهاب. ابو شهاب تلبي ان شاء الله في منى اليوم جاهزين ان شاء الله. احنا طال عمرك مشجعين ابو حمد جايين من القبيب مشجعين ومؤازرين العزبه هذه عزبه ابو حمد وعزبه ابو سالم ان شاء الله. ابو حمد قال اليوم انا ما اخذ الكاس اللي دعمه ان شاء الله من الله عز وجل انه يحقق له اماني ابو حمد. نعم. ويقول ويطول ابو حمد. نعم وان شاء الله انكم تشوفونه متصدر في البيرق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. والحين هو فارق عمل فرق سوى فرق. كم نقطه؟ يمكن تقريبا حوالي 28 نقطه في بيرق الامارات وبيرق الناموس. نعم انت من بعدي يا سلام 28 خلاص ان شاء الله انه ينفرد في جائزه زائد الكبرى ان شاء الله يكون منفرد منفرد ابو حمد. نعم وان شاء الله فاله بعد المهرجانات الجايه باذن الله الكريم. ابو حمد له وصله ومقلت انا وراهم وصلهم. نعم ابو حمد ما استسلم ما استسلم العام ما استسلم من العام ما استسلم. ونتمنى له التوفيق والناموس دائما ابو حمد. شو سر لمتكم واجتماعكم كلكم هالجبيب كلكم عيد وحده ويا وحاضرين اليوم شو هذا السر؟ احنا طال عمرك اول شيء ابو حمد امير القبيب والريال سويتوها ولاية القبيب. ابو حمد له وصله وله شعبيه خاصة في القبيب له شعبيه ونحب اننا ندعم اخوينا ابو حمد ابو واخو وصديق ووالد في نفس الوقت. ويستاهل. نعم يستاهل. تستاهلون هذا هاي الاجواء اللي خلاكم تحضرون وتتابعونها ابو حمد وكذلك بالنهايه. يستاهلون جماعه ربع وابن عم ورفاقه ويستاهلون المؤازره في الركب. الله يوفقهم ان شاء الله. اليوم شحود يعني ان شاء الله. الله يوفق. بناخذ ترشيحات الشباب الشوط الرئيسي مترشح من ود 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 بعدني ما سالت. يلا زين سال. بترشح منه ود اكيد ما بتغير. نعم خويك بيغير طبعا. ود كنا ود كلكم ود متفقين حتى الشباب متفقين على ترشيح حد ها كل الشباب ما شاء الله مع ود اليوم. ونروح للشاعر. مرحبا بك مرحبا اكيد مجهز لنا كم من بيت اليوم. الله يحييك. نحن سعداء كل السعاده في هذا الميدان ميدان الوثب عاصمه الميادين وضمن هذه الجائزه القاليه على قلوبنا جائزه الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. عظام انا في عمرك اتذكر يعني ماضي قديم من ضمن هذه الجائزه جائزه زايد. قبل سنين في سلطنة عمان تصلنا جائزة زايد ولا زالت على حد الآن. وكان مندوب الجائزة أبناء بن دري سالب بن دري الفلاحي وسعيد بن دري الفلاحي. فقدمت أبيات وهذه الأبيات غالية على قلبني. فقلت لعمرك اليوم شرفنا بحفل باسم زايد. سباق هنا ركض يقدرونه. زايد حكيم الراي بالفعل زايد. أبو خليفة زايد الخير يسمونه شجع لليدات بنس وسعايد وحيا ثلاث الهين ليشجعونه وأهل الهجن يتباشروا بالفوايد ساعة وصول الجائزة اللي مثمونه. أهل الهجن يتباشروا بالفوايد ساعة وصول الجائزة اللي مثمونه لقدمت كل عام من أمر قايد. أبو خليفة عز ترجح وزونه وسالم وصل نظيف مندوب زايد وسعيد وصلنا ضيف مندوب زايد. سالم وسعيد سعيد وصلنا ضيف مندوب زايد بالحق والانصاف يسعي بعونه. شارك سباقات القبائل عدايد
وسلم بايد الجايزه اللي مثمونه رد الشكر اللي يحملونه الشهايد البندري كل العرب يشكرونه يا ابو حمد عساك بالحول عايد مثل هذا حفلهم يلتقونه لانك سديد الراي ترشيح زايد واسمك هو في الميادي يقول هذا بالمعنى صح لسانك صح لسانك الشاعر. ونحن بهذه الابيات نختم فقره الناموس في هذا اليوم وفي هذه الحلقه نستكمل معكم الاصايل وجائزه زايد الكبرى.